طيب دلوقتي ميعادنا زي ما قالت هالة كده مع الأخبار اللي هتحصل النهارده بمشيئة المولى عز وجل، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب النهارده في اليوم، سواء كان دوري إنجليزي أو الجولة 29 من الدوري الإسباني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، هيتم إعلان أسماء الفائزين بوحدات سكنية في الإعلان 16، وهيتم إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الحاجزين اللي تم فرز طلباتهم ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق. تتضمن الرسائل النصية نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين، وده بعد انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة. هيلتقي أرسنال مع ويست هام الساعة 3 الظهر، ونوتنغهام فورست مع مانشستر يونايتد الساعة 5:30 العصر. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي ألتشيا مع جيرونا الساعة 2 الظهر، وختافي مع برشلونة الساعة 4:15، وألميريا مع أتلتيكو مدريد الساعة 6:30، والساعة 9 بالليل مباراة أشبيلية مع فالنسيا.